بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو بيتكلم على CTEs في SQL Server أو الـ Common Table Explosions. تعال نبص على الـ Selectors البسيطة. ليه نفس الـ Selectors اللي فاتت؟ بتجيب لك الـ Order Date والـ Last Name والـ Price. Last Name طبعاً بتاع الـ Domain. طيب عظيم، أنا ممكن أعمل نفس الـ Selectors دي وأحطها جوه ما يسمى بالـ CTE. الـ Selectors خدتها كده كلها على بعض أهي، حطيتها بين قوس وقبل القوس قلت ويز، واديت اسم السيتي اعتبره هو اكنه فيه كده في الميموري. ويز يبقى ويز الاسم اللي انت عايزه، هاز من القوس حطيت الكويري، ومن ثم اقدر اعمل سيلكت اي كويري من السيتي ده. يعني انا كنت ممكن اقول طبعا عادي سيلكت استريكس وايت تيبل من الـ CTE ده وعملت ordering. اوكي طيب خلي بالك، انا ممكن اعمل aliasing للـ CTE ده. يعني انا بتعمل order date و employee ID و order date و last name بتاع employees، وبتعامل مع الـ price. وانا بعمل الاليس وانا بعمل السيتي نفسه، ممكن اعمل اليسين من الكولومز دي. طول الماي تيبل هيبقى او ديت بعدين النيم بعدين برايس امونت. لما اجي بقى سيلكت من السيتي، هسيلكت بناء على اسمي الجديد. اوكي عايز اخد مثال بسيط على السم جوين. انا هنا عامل سيلكت يا جماعه من امبلويز، هذا الموظف لاست نيم بتاعه، كل موظف بيريبورت لمين. يعني مثلا الموظف ده بيريبورت لتو، الموظف ده بيريبورت لفايف بقى بيريبورت لتو، وهكذا. هتلاقي دايما ان في واحد بنظر ملوش مدير يريبورت لي. ماشي، اوكي، يعني دي الداتا بتاعتنا. طيب لو انا عايز اجيب كل موظف وجنبه المدير بتاعه، انا ممكن اعمل سيلف جوين، كلام قديم خالص. فا هيبقى السيلكتايه بتجيب من جدولين، اول هي نفس الجدول بس عملت كوبيز منه واحد منه، والتاني مانجر وعامل الكونديشن بحيث ان الجدول الاولاني اللي بيعبر عن الامبلويز هجيب الاي دي بتاع المدير، لا اساويه بالامبلوي اي دي من جدول المانجر. في الحاله دي لما اجي اعرض هيجيب لي الامبلوي اي دي جنبه اسم الموظف، اسمه جنبه اسم المدير. طيب احيانا موضوعي اكثر تعقيدا، انا بس مش عايز احط المانجر او اسم المدير، انا عايز اكتب الليفل بتاع الموظف. يعني مثلا اقول المدير الكبير ده ليفل 1 مثلا، اللي تحتيه الناس اللي تحتيه بشكل مباشر ليفل 2، اللي تحتيهم ليفل 3 وهكذا. طيب في الحاله دي السيلف جوين البسيط مش هينفع، لكن ممكن اعمل ما يطلق عليه ريكيرسيف سيتي. ريكيرسيف معنى ايه؟ معنى كده هخلي السيتي يرجع نفسه، يعني جوه السيتي هنادي على السيتي. البيس بوينت هنا نقطة الكورنر بتاعنا ان احنا نعمل ما يسمى بالانكر. الانكر اللي هو السجل ده اللي في النال ده. شوف السيلكت هادي كده، السيلكت هادي بيجيب لي بدو هادي بلس نيم وده ريبورت تو، وبإيدي كده كتبته عشان عايز ده يبقى هو ليفل 1. اوكي، وير ان هو ايه؟ اسم الله. طيب ممكن احط السطر ده طبعا جوه ايه؟ سيتي اي، واعمل منها سيلكت هادي، مفيش حاجة اختلفت. طيب
عشان اخلي انا الكيرسيف هاخد السطر ده اعمل مع يونيون هول. هنا بقى ريكيرسيف. ليه بقى ريكيرسيف؟ هنا بقى اشوف السيلف شويه اكيد بشوف ريكيرسيف ليه. وانا بعمل الفروم الفروم هتجيب منين؟ هتجيب من جدول الامبلويز زي ما لك انت بيجيب من جدول الامبلويز. خلي بالك ان ده كان بيجيب من جدول الامبلويز وكمان بجيب من ريكيرسيف امبلويز اللي هو ده. يبقى انا نفس النتيجه دي هخليها تشاور ترفير على الايه؟ السي تي. طيب الوير كونديشن بتاعتي جدول الامبلويز هاخد منه ريكورد 2 والسي تي اي هاخد منه الامبلويز. كل مرة